السلام عليكم ورحمة الله. تأملوا معي هذا المشهد الذي حدث في مدينة الرياض، تحديدا في حي العلية قبل أيام. انظروا فيه إلى لطفه وتقديره سبحانه، لنشعر جميعا أننا نمضي بلطف وعناية من الله عز وجل. يمشي هذا الرجل ثم يتوقف لثواني بسيطة لينظر إلى أسفل حذائه رحمكم الله. هذه الثواني وهذا التوقف كان سببا ولطفا من الله لنجاتي من هذا الموت المحقق. يسقط عليه من الأعلى هذا اللوح الثقيل من الزجاج يتحطم بين يديه. هل كان هذا التأخر بسبب دعاء الخروج من المنزل؟ هل كان بسبب أذكار الصباح والمساء؟ هل كان بسبب دعاء؟ لا ندري، وكل الذي ندري ونعرف أننا نمضي بلطف ونمشي بعناية ونخوض الحياة بتدبير الملك العظيم سبحانه وتعالى. بليت به نوائبه تشير.